فالإسلام يجمع الناس على كلمة واحدة، لا فرق، لا لون ولا بلد ولا كذا، الأرض كلها لمين؟ لله عز وجل. والإسلام يرفع المسلمين ويذل الكافرين. الصليبيين اللي هم المسيحيين مسلمين ولا كفرة؟ كفر. إيه الدليل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، بيعملوا كده، بيصلوا إيه؟ بيعملوا كده. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، إيه؟ ثالث ثلاثة. اللي بيقول سيدنا عيسى هو الله كفر. طيب لو في هنا حد في 20 معاشرين معايا نصيرية من عيلة الأسد أو على دين الأسد، نحبه؟ لا. طب نعمل فيه إيه؟ نذبحه. ليه؟ لأنه كافر. لأنه إيه؟ لأنه كافر. لما تشرب من سنة أولى ابتدائي لغاية الجامعة إن النصراني أخوك، النصراني اللي هو المسيحي أخوك، وإن النصيري اللي هو دين بشار أخوك، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط، لأن الدين بتاعنا دين الإسلام ما بيقولش كده. فما سوى الإسلام كافر. أوباما لسه ولا كافر؟ كافر. رئيس روسيا؟ كافر. رئيس الصين؟ كافر. يا شباب الكتاب بتاع التربية الوطنية فيه سموم. فيه ايه؟ فيه سموم. ان هو بيقول لك الايه؟ ان احنا زي بعض، واهم شيء الوطن، واهم شيء كذا، واهم شيء كذا. الدين ما قالش كده. الدين ايه؟ الدين بتاعنا ما قالش كده. احنا نحب ان النصراني لو لنا جاب نصراني، جاب نصراني. دي عندنا حق الايه؟ حق الجار، حق الايه؟ حق الجار. ان احنا لا ناخذ ماله ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن نحبه؟ لا ما نحبه. لا ايه؟ ما نحبه. كذلك الامر الدين بتاعنا في القوميه، يا اخوانا القوميه وغير القوميه، هذا كفر. هذا ايه؟ موضوع التربيه الوطنيه يا شباب، هذا ايه؟ بيخالف الايه؟ بيخالف الدين بتاعنا. حد عايز يرجع تاني زي بشار؟ طيب اللي موافق ان الشرع يحكم يرفع ايده. الشرع ربنا يحكم. كلنا مسلمين الحمد لله باذن الله عز وجل.